مدرسة العلم والتعليم والدين والتفقه منبع التعليم والتربية فأقول دائما تعلم من مدرسة السعد لتسعد. مناسبة دناي سيدة هيركة سراوسو أغاسمين مواملكا مواساسة إسكولات كساد مناسبة دناي واحي وقبتين أرديك بحدي فصل كسيدة الدوكسيقو هصده حي مناسبة دا يا وحكا سوقيب قلي سياسين اي كمديهن عبدالله ديدا ايو حلمان كدقمة دا كان منكونشي علماء الدين والدين يمرتي شرف قلي وغورنتو حامداش وحي كساب سنتي فافاين كوبان كبحي مامولكا محمد عبدالقادر مله وجيت كحفلة دان قيمي قبضان اياد كاللوسو اغاسيوي وحا اويهي ساد ناصري ان برامري اسكول او ارضي دي لغان اي سي قلاس كسيدادات اي اوفريست امتحان كي كي سي بي اي دا لبدا كون اشاني توانكا ان اي كانان نتيجة اد او سرعيسة اد او قيمي بدن سيدوك الله وحا مناسبة كه اللي سياسيين تي علماء وديني والدين تي مناسبة كه سوقيب قلو ورمانتون هادا لقو بابيني مهدناقا كتشي دي قوبتا واينا تكو فكرتا سيداد او نقل الله هيد نمبر وان كلاسكا كلاسكا اينا نمبر وان نقطو ارضي كسا واينا كو فكرا هادي كتاك ويدو شانت ارضي اوه الرئيسة اينا تكمن نقطو واينو تارجت كاقي اوبجكتيف كاقي اينو نقضوي وحا وي وحا اينا دمادي تيرم قودهان waxa idin bilaabanaya teeram cusub teeramka cusub wuxuu la iimaanaya dhacdooyin cusub sheeko cusub waxbarasho cusub waqti cusub waxaan aad iyo aad ugu tahniyeeynaya dhalinyarada khaasatan kuwa ku guuleystay itixaamada imika ka soo gudubnay oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan hor taaganahay oo ugu tahniyeeyo ugu dambeynta waxa shahaadooyin iyo abaalmarinno la guddoon si ardaydii dhamaysatay imtixaanka KCPE ee dalka Kenya iyo macallimiinta iyo maamulka iskoolaadka muassasada SAAD waxaana munaasabada soo gunaanuday maamulaha iskoolaadka muassasada SAAD Cali Mursal ardayga nooga horeeyay inuu ahaa 407 een runtiina miniskoogeen inuu gaaray 390 waa kaalin aad iyo aad u sareysa aan wali la gaarin in badan oo kamid ah Abdi Asiis Ibrahim Aldere Home Cable TV magaalada Nairobi.